تصريح امير توفيق يا برنس مدير التعاقدات في النادي الاهلي اللي قلب الدنيا بسبب الصفقات. ابراهيم فايق بيسال امير توفيق يا برنس هل بن شرقي وابو جبل هيروح النادي الاهلي؟ امير توفيق رد عليه يا برنس قال لو النادي الاهلي محتاجهم فنيا طبعا هنجيبه وقانوني، لان ابو جبل وبن شرقي من حقهم ان هم يمدوا لاي نادي دلوقتي، ومن حقهم ان النادي الاهلي يتفاوض معاهم، والصراحه الاهلي محتاجهم فنيا، يعني عاوزين ابو جبل يكون بديل للشناوي، وعاوزين بن شرقي ناحيه الشمال مكان ميكي صيني التعبان ومكان طاهر، فبكده احنا محتاجينهم فنيا، فبكده برضو النادي الاهلي يتفاوض معاهم عشان احنا محتاجينهم فنيا. سؤال ليك يا برنس، انت مع ان ابو جبل وبن شرقي ان هم يجوا النادي الاهلي يخش يكتب في التعليقات اه او لا؟ سلام.